السلام عليكم ومرحبا بكم في شهيوة جديدة من شهيوات أم أنس. اليوم جيت أجبت لكم هذا الكيك رولي خطير جدا بالماء الساخن أو بالماء المغلي. كتجي صراحة خطيرة في المذاق بمقادير جد اقتصادية وناجحة مليون في المية. فغي تبعوا الناس اللي ما كتنجحش معهم لا جينواز، فما عليكم إلا تبعوا الخطوات وطريقة التحضير باش تنجح لكم ويجيكم الكيك رولي بهذا الشكل هو أو بهذا الطريقة اللي كتكون عجيبة. فإن الفيديو ما تبقلوش عليها بلايكات ديالكم وتعليق ديالكم، والناس اللي كيزوروني لاول مره فخليو اشتراك القناه بالضغط على زر الاشتراك الاحمر ابوني او سبسكرايب باللغه الانجليزيه. ما كذلك تفعلوا الجرس باش تبقاو توصلوا بجديد الوصفات وجديد القناه. وما بقى لي اختي الا نقول لكم خليكم ان شاء الله مع الفيديو والمقادير وكذلك اسرار نجاح هذا الكيك رولي. وكنتمنى لكم بزاف المقادير اللي غنحتاجو ان شاء الله اليوم من هذا الجينواز ها هو. فكيف ما كتشوفوا عندي هنايا 4 صفار بيضات، وهنا عندي 4 بياض البيض. المهم انا ما فرقتوش في قبلت الكاميرا باش نختصر الوقت ويجي الفيديو ما يجيش الفيديو طويل. عندي هنايا كاس مملوء جيدا من الدقيق، بالضبط 8 ملاعق حساء مملوءه جيدا من الدقيق، كيس من الفانيليا كيف ما كتشوفوا عندي هنا الكيس ديال الفانيليا. عندي هنايا ملعقه صغيره من الزيت النباتيه، نورمال الجينواز ما كتمشاش فيها الزيت لكن انا عملت فيها ملعقه صغيره لانه دائما كتكون ناجحه معايا. عندي هنايا رشة خفيفة من بيكينج باودر ما يقارب رأس ملعقة صغيرة، ما يقارب 3 غرامات، ما تكتروش مخمرة او تستغنوا عليها نهائيا. السر في هذا الجينواز ها هو او هذا الرولي اللي غادي معكم هو الماء الساخن. فعندي هنايا تقريبا 70 مللتر، نصف كأس، وعندي هنايا 70 غرام من السكر. فنقزو على بركة الله لطريقة. قبل كل شيء غادي نبداو ببياض البيض. نسيت ما ذكرت لكم رشة ملح، فقط رشة صغيرة جدا بهذا الشكل ها هو. وغادي نبداو على بركة الله تكي ولي معنا الخليط مراوي بحال بياض الثلج. غير كيتراوا معنا كنبقاو نضيفوا السكر، نصف الكميه غادي نضيفوها في بياض البيض ونصف الكميه الاخرى كيف ما كتشوفوا معايا، نصف الكميه الاخرى غادي نخليوها لصفار البيض. كيف ما كتشوفوا معايا كيولي بهذا الشكل ها هو. لا مورينغ ضروري جدا ما كنحتفظوا بها في الثلاجه لانه عندي المطبخ ساخن حتى شاعله شوفاج، فلذلك كنحتفظ بها في الثلاجه باش ندوز نصايب الخليط. كتشوفوا معايا غادي من بعد ما كملت من خليط بياض البيض يعني بياض البيض غادي نطرب دابا صفار البيض مع كيس من الفانيليا. الفرن ساخن مسبقا وصافي. غادي نزيد كذلك السكر وغادي نطرب الكل جيدا. كيف ما كتشوفوا معايا كيولي الخليط ديال صفار البيض كريمي بهذا الشكل ها هو. شنو غادي نعمل؟ غادي نضيف دابا ملعقه صغيره من الزيت، تقدروا تستغناو عليها اذا بغيتوا، يعني الزيت والخميره ماشي ضروري ولازم تهضروا. صافي دابا غادي نجيب ديك الماء اللي سبق لي وقلت لكم ماء ساخن، ما يكونش طايب بزاف وانما ساخن اكثر من دافئ. غادي نبقى انا كنطرب وفي نفس الوقت كنضيفو شيئا فشيئا، لانه اذا ضفته في دقه واحده فبالامكان ديالو غيطيب لي البيض. لاحظوا معايا غادي نبقى انا كنضيف.
سير الجينواز ديالنا باش كي يجي معنا ما كيتفتتش معنا ما كان طويوه او كان روليوه. كما سبق لي قلت لكم الدقيق عندي 8 ملاعق بالضبط. غادي نضيفو في دقه واحده. ما تنساوش الخميره الكيماويه رشه فقط ما يقارب 3 غرامات اي راس ملعقه. غادي نحرك ونخلط الكل. شوفوا كيكون القوام ديالو هو هذا. دابا غادي نجيب بياض البيض اللي عندي. صافي كيفما كتشوفوا معايا جبت صفار عفوا بياض البيض من الثلاجه ودابا غادي نبقى نحاول ندخلو فقط بواحد الملعقه بلاستيكيه او بواحد السباتول. معايا بعد ما وزعتها بهذا الشكل هوا بشكل متساوي غادي ندخلها ان شاء الله الفران كتاخذ لي لون ذهبي. وغادي نقز معكم ان شاء الله اليوم الحشوه او الكريمه اللي غادي تكون هي الحشوه ديال اليوم. هي صراحه حشوه سهله بنينه اقتصاديه وطبعا متوازنه. صافي كيف ما كتشوفوا معايا هذه هي لا جينواز ديالي جبتها من الفران. فصراحه قطنيه لواحد الدرجه اللي ما تصوروش. هانتوما شوفوا معايا كيفاش كيكون القوام ديالها من التحت كتكون بحالها بحال القطن. شنو غادي نعمل وهي باقي ساخنه جدا غادي نشبر. غادي نلويها بهذا الشكل ها هو كما كتشوفوا معايا هكذا. هانتوما كنلويها بهذا الشكل باقي سخونه. كنجيب واحد المنديل اللي كنكون فزكتو واحد شويه وعصرتو في نفس الوقت كتعصروه جيدا. غادي نشبر وغادي نلويها في هذا المنديل اللي كيكون منديل ضروري ما تكون صافي بردات جيدا. شوفوا معايا عندي هنايا طربت او خفقت كريمه الخفق مع القليل من السكر بودره. صافي غادي نبدا نلوي في لاجينواز ديالي. بسم الله الكرام. هذا هو القوام ديالها كتجي رطبه جدا. انتما كيف ما كتشوفوا باقي مبردات باقي حتى حاجه يعني لازم تبيتوها في الثلاجه هي شحال ما باتت كتشرب ديك الكريمه وكذلك المذاق الفراوله. اللي عجب الفيديو فما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم والتعليقات ديالكم شجعوني باش تستمر القناه. الناس اللي كتزوروني اول مره فيخليو اشتراك القناه بالضغط على زر الاشتراك الاحمر ابوني او سبسكرايب باللغه الانجليزيه وفعلوا كذلك زر الجرس باش تقعدوا توصلوا بجديد الوصفات وجديد القناه. وما بقى لي اختي الا نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه والى الفرصه القادمه ان شاء الله. باي باي.